رغم الايقافات والاصابات وحاجات كتير بتحصل، ارسنال بيعرف يفوز وبيعلنها. لندن از ريد. حطني رقم واحد في الهجاصين. انا ميكا وجايه في حلقه جديده من قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن ديربي لندن او ديربي شمال لندن بين توتنهام وما بين ارسنال. ارسنال داخل بظروف خاصه، ارسنال داخل بظروف جديده عليه ما حصلتلوش قبل كده من ساعه تقريبا ما ارتيتا ما كان موجود. ما خسرش اتنين من اهم لعيبته بالشكل ده، بيخسر ديكلان رايس بسبب الايقاف الطرد الغريب اللي اتطرده في ماتش برايتون في الجوله اللي فاتت قبل التوقف الدولي، ودخل التوقف الدولي علشان يتصاب له اوديجارد. اوديجارد ورايس الاثنين لما اتصابوا، ارسنال ابتدى ان هو يفكر، او ارتيتا ابتدى ان هو يفكر ان هو هيحاول ان هو ما يستحوذش على الكوره. ليه؟ لان الاثنين اللي بيساعدوه ان هم يستحوذ على الكوره وان هم ياخدوا الكوره في رجليهم من اكبر وقت ممكن، الاثنين مش موجودين. فبالتالي البدائل اللي موجوده مش هتعرف تعمل كده، ولو حاولت ان انا اعمل كده برضو مش هوصل للي انا عايزه، وممكن استقبل اهداف بسبب ان اللعيبه اللي انا محتاج اللي هي تخليني استحوذ على الكوره مش موجوده، واللعيبه اللي موجوده دلوقتي مش بنفس الكواليتي. فابتدى المباراه ب 4 4 2، بدا ب رايا، جابرييل، ساليبا، بن وايت، تيمبر، قدامهم جورجينيو وتوماس بارتي، اثنين دبل سكس في نص الملعب يقفلوا نص الملعب تماما، بيلعب بالاطراف مارتينيلي وساكا، قدامهم اوديجارد وقدامه كاي هافرتس. ده الكوره مش مع ارسنال، ارسنال الكوره مش معاه، فبالتالي بيلعب 4 4 2. والغريب بالنسبه لي ان ارسنال النهارده حتى مش بس ان هو مش مستحوذ على الكوره، لا كمان ارسنال ما بيضغطش ضغط عالي. هو ارسنال النهارده داخل المباراه ضد توتنهام، انا هبقى الاندر دوج، انا اللي هبقى تحت الكوره، انا اللي هحاول ان انا العب على الهجمات المرتده مش توتنهام. في ظل الغيابات اللي عندي، في ظل الحاجات اللي عندي مش موجوده، في ظل الظروف الصعبه اللي انا بمر بيها، فبالتالي هحاول امشي المباراه على شكل اللي هو ايه، يلا بينا نجيب جول، نخطف جول، نخطف اثنين من المرتده، ولا ضربه ركنيه ولا كره ثابته، وبالتالي نقدر نحافظ على الفوز ونقدر نعدي المباراه دي. على الناحيه الثانيه بقى توتنهام، انجي بوستيكوجلو قرر ان هو ينزل المباراه انني لميت وانهم لميتون. هو لعب بنتنكور في نص الملعب بس، وبيلعب بهجوم كتير، كلوزوفسكي وماديسون وسون وبراين، وقدامهم سولانكي، فبيهاجم بخمس لعيبه، بيهاجم بخمس لعيبه. طيب يا باشا، انت لما بتهاجم بخمس لعيبه المفروض تخترق دفاعات من ارسنال، المفروض تخترق المناطق او المساحات اللي انت بتحاول اللي انت تخلقها لنفسك. ايه المساحات اللي بيحاول يخلقها لنفسه بوستيكوجلو؟ بوستيكوجلو كان بيحاول اللي هو يوسع الملعب تماما 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 بجونسون وسون، وبيخلي كلوزوفسكي وماديسون الاثنين يتحركوا في انصاف المساحات اللي هي بتبقى ما بين الباك وما بين قلب الدفاع. طيب ماشي، انت حاولت تعمل كده وحاولت توصل لجون ارسنال اكتر من مره بسبب هذا الشكل، بسبب ان انت مستحوذ على الكوره اكتر وقت ممكن في المباراه، في اللي احنا اول ربع ساعه في الماتش كنا بنشوف استحواذ توتنهام عالي جدا 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 عن ارسنال. طب ارسنال الناحيه الثانيه كان بيواجه مشكله، ايه المشكله اللي كان بيواجهها؟ ان اودوجي بيلعب في المساحه اللي ورا ساكا، وبالتالي بيبقى فيه مساحه ورا ساكا كبيره، وفي ظل ان بين وايت مشغول مع سون، فبالتالي بقى اودوجي حر، بقى لاعب حر وابتدى اللي هو يشكل خطوره على ارسنال. طب الناحيه الثانيه ارتيتا حاول يعمل ايه؟ قال لك لا يا معلم، اودوجي مش هسيبه كده، لا انا هعمل ايه؟ هخلي ان بين وايت يسيب سون ويبتدي اللي هو يقابل اودوجي، لما يبتدي يتحرك يقابل هو اودوجي، ويخلي ساليبا يبتدي اللي هو يميل ناحيه اليمين شويه علشان يقفل على سون، يبقى السون هو مسؤوليه ساليبا، وبيخلي في نص الملعب بارتي مع ماديسون وجورجيريو مع كلوزيفسكي والعكس صحيح، وابتدى اللي هو يقفل الثغره اللي كانت موجوده في دفاعات ارسنال الشوط الاول. طب تمام، ارسنال تمام جدا، ارسنال عارف في ظل ان هو كمان ارسنال بيلعب كاندر دوج، بيلعب تحت الكوره، ما بيضغطش ضغط عالي، مش عايز الاستحواذ وكل الكلام ده، قدر يهدد مرمى توتنهام في اكتر من فرصه في الشوط الاول. في ظل ان توتنهام هو اللي مستحوذ على الكوره، هو اللي معاه الكوره، هو اللي بيوصل، اللي المفروض يوصل اكتر لمرمى ارسنال، ولكن ده ما بيحصلش. شفناش غير كوره واحده بس في الشوط الاول لتوتنهام اللي كانت خطيره جدا، والكوره اتشالت من رايا بس. ده اللي شفناه من توتنهام طول المباراه، ما شفناش حاجه خطره او حاجه الواو اللي هو ياه كان المفروض يجي جون، ما حصلتش. وتوتنهام غريب بالنسبه لي ان انت ارسنال فريق صعب وفريق كمنظومه دفاعيه كويسه جدا، وان انا شايفه ان الاثنين قلوب الدفاع بتاعه جابرييل وساليبا من افضل مدافعين العالم من وجهه نظري، وتمبر كمان كان قافل بشكل كويس ناحيه الشمال، ووايت كان قافل ناحيه اليمين بشكل كويس، ولكن اللي عجبني في ارتيتا ان هو قدر ان هو يعدي ظروفه،
يعدي دنيته ان هو ما عطلش. لا تمام، انا غايب عندي اهم لاعبين عندي في نص الملعب، هلعب باتنين في نص الملعب واحاول العب فريق مباشر اكتر من ان انا استحوذ على الكوره. اصل انا دلوقتي مش هقدر استحوذ على الكوره، فانا هعمل ايه؟ هلعب مباشر، الكوره تجيلي هلعب كوره طويله لمارتينيلي لساكا لتروسارد لكاي هافرت، كره تنزل وناخد الكره الثانيه وتنهاجم توتنهام. الشوط الاول ارسنال عرف يخرجوا اللي هو ببر الامان، ببر الامان، يلا نخرج 0-0 ونبتدي الشوط الثاني نشوف هنعمل ايه. الشوط الاول خلص 0-0 والدنيا جميله. الشوط الثاني انا كنت متوقع ان يبقى في شراسه اكبر من توتنهام عن اللي انا شفته. ارسنال كان هو الافضل في ظل ان ارسنال هو الفريق الاندر دوج، الفريق اللي واقف تحت الكوره، الفريق اللي ما بيقابلش، اللي ما بيضغطش ضغط عالي. لا ارسنال كان سايب الكوره عادي جدا لتوتنهام وبيلعب ميديم بلوك، بيقابل من نص ملعبه وسايب الدنيا تماما لتوتنهام، ولكن توتنهام ما استغلش ده ولا في كرات ثابته ولا في كرات مباشره ولا في حتى تدوير الكوره ولا في كل ده. ده ارسنال حتى في الهجمات المرتده بتاعته كان افضل بكتير. ولكن انا بقى عندي نقطه صغيره هتكلم عليها شويه كده، بس خلينا نتكلم عن الجون الاول بتاع ارسنال. الجون ماركه ارسنال في السنتين اللي فاتوا، الكرات الثابته، الكره بترفع من ساكا، بيخش جابرييل في المساحه لوحده خالص، بيطلع لوحده خالص، محدش بيضايقه، بيوجه الكوره 1-0 لارسنال، وهو ده اللي كان عايزه ميكيل ارتيتا. انا مش عايز اكتر من جول، انا مش عايز اكتر، انا عايز بس اعدي الماتش ده وابتدي افكر في ماتش سيتي، لان داخل في ماتشين صعبين جدا، ولو وقعت في ماتش توتنهام المعنويات هتقع، فتخش ماتش سيتي معنوياتك واقعه، ووارد جدا تخسر من سيتي، فبالتالي تبقى فرق بينك وبينهم بدل ما تكون مثلا فرق 5 نقط بعد الخساره منهم، لا الفرق كان ممكن يتوسع اكبر من كده لو كنت خسرت النهارده من توتنهام. ولكن ارتيتا كان مميز جدا 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 في اللي هو يمشي المباراه على مزاجه هو، انا هعلي الريتم، انا هدي الريتم، وده الدليل اللي انا بعد ما جاب الجول شفنا ان ارسنال خرج من مناطقه وابتدى يضغط ضغط عالي ويرفع الدفاع بتاعه، يلعب هاي لاين في الدفاع بتاعه، يلعب ضغط عالي على 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 توتنهام علشان يبتدي اللي هو انا احافظ على الجول بتاعي. وفضل تقريبا 10 دقايق ربع ساعه بيضغط ضغط عالي على توتنهام علشان يخليه ما يعرفش يطلع من مناطقه بشكل سلس ويلعب الكره الطويله على طول عشان ارسنال يقدر ياخد الكره الاولى والكره الثانيه، يبتدي اللي هو يبدا الهجمه هو افضل. فبالتالي كان ارسنال عرف يمشي الماتش على كيفه، انا في اول الماتش ابقى اندر دوج وافتح الكوره واحاول العبها على الهجمات المرتده، والشوط الثاني لما اخطف الجون واقدر ان انا اوصل للي انا عايزه هبتدي ان انا العب على مزاجي، اعلي الريتم، اهدي الريتم، اضغط ضغط عالي، ارجع ميديم بلوك. وكل الكلام ده كان ميكيل ارتيتا بيمشيه بشكل صحي جدا، وانا بالنسبه لي ومن وجهه نظري شفت ان انجي بوستوجوجلو قدام ميكيل ارتيتا كان عاجز، كان واقف مش عارف يعمل ايه. زين ارتيتا النهارده شفناه الكاتناتش الايطالي، الكاتناتش الارسنالي، لندن از ريد بالكاتناتش الارسنالي. ارسنال النهارده بيلعب جيم دفاعي يدرس بصراحه، فريق صلب جدا دفاعيا، كمنظومه وكافراد كويسين جدا جدا دفاعيا، وانا معجب بارسنال ارتيتا جدا. في ظل انا كنت بصراحه مستني اشوف ارتيتا هيتصرف ازاي في المأزق ده بصراحه. اتنين لعيبه بيغيبوا من عنده كبار، ديكلان رايس، اوديجارد، الاثنين ما ينفعش يغيبوا مع بعض، احنا كنا بنتكلم اصلا ديكلان رايس لوحده دي مصيبه، فبقى عندك الاثنين مصابين او الاثنين مش موجودين. فبالتالي ارتيتا عارف ماشي صح، ارتيتا عارف ان هو يعدي الليله، يعدي اليوم، زق اليوم زي ما بنقول كده بالعربي في مصر. فارتيتا كويس جدا. ولكن عندي نقطه اللي قلت لك هتكلم عليها شويه كده، الاداره. يشاء القدر او كان القدر بيقول الاداره وبيقول لميكيل ارتيتا انتوا غلطانين. ليه غلطانين؟ علشان في الميركاتو انت ما جبتش لاعبين، انت ما جبتش غير كالافيوري ونيتو كحارس مرمى وكالافيوري في الدفاع بس. انت ما جبتش لاعب نص ملعب سواء بديل لاوديجارد او بديل لديكلان رايس، هتقول لي عندي بارتي وعندي جورجينيو، ماشي الاثنين دول مع بعض مش هيقدموا اللي بيقدمه اوديجارد وديكلان رايس، الاثنين دبل 6 دبل 6 لو انا هقطع الكوره سلم اللي معايا، سلم واستلم وهطلع بالكوره كذلك. لكن الاداره كانت محتاجه اللي هي تدعم في الثلث الامامي، تجيب مهاجم، لازم كانت تجيب مهاجم، كاي هافرتس مش المهاجم اللي يجيب لك دوري، ولا جابرييل خيسوس، ولا حتى رحيم ستيرلينج اللي انت جبته كمان كصفقه ثالثه على مستوى الاعاره. كنت محتاج بديل لاوديجارد، اللي انت النهارده لما جاب لك اوديجارد ما قدرتش ان انت تلاقي لعيب بداله، فغيرت خطتك كلها، فغيرت طريقه لعبك كلها عشان ديكلان رايس واوديجارد الاثنين مش موجودين، فبالتالي غيرت طريقه لعبك. طيب في اخر الماتش اصابه ساكا، لسه مش عارفين اصابه ساكا دي ايه، هل ضمه خلفيه في العنكل، محدش عارف لسه اصابه ساكا ايه وغيابه هيبقى قد ايه، فكده عندك مشكله اكبر. ساكا مش موجود، مين بديل ساكا؟ مفيش بديل لساكا.
فنبتدي بقى اللي انت تلعب بتروسارد ناحيه اليمين ومارتينيلي وراحيم ستيرلينج ناحيه الشمال، وانت مش عارف اوديجارد هيرجع لك امتى، فتنزل كاي هافرتس في نص الملعب وهتلعب بخيسوس مهاجم. لعبكه لعبكه ولخبطه كتير، في اللي انت كنت ممكن تجيب في الميركاتو عادي جدا بديل لساكا، حتى لو مش بديل كبير ممكن تجيب بديل لاعب صغير، وممكن تخش في جيكوريس مهاجم السويد ومهاجم سبورتنج لشبونه، كنت هتجيبه مهاجم، هتجيب مهاجم يخلص لك ماتشات ويخلص لك فرص. لكن غلطات الاداره وغلطات ارتيتا هتخلينا نشوف نسخه جديده من ارسنال في الماتشات اللي جايه في ظل الغيابات وفي ظل الاصابات. انا متحمس جدا اشوف ميكيل ارتيتا هيعمل ايه في الماتشات الجايه، متحمس اشوف ميكيل ارتيتا هل هو هيعرف يتصرف مع الغيابات والاصابات ونقص السكواد اللي عنده، ولا هيعطل ولا ايه، بيوقع نقط وابتدي كيرف ارسنال يقع ونشوف في الاخر مش قادر ينافس على الدوري. ده انا اشوفه الماتشات الجايه. الناحيه الثانيه توتنهام بوستشيكوجلو في 4 ماتشات بيجيب 4 نقط، بيخسر ماتشين وبيكسب ماتش وبيتعادل ماتش. بوستشيكوجلو هيتوجه له انتقادات كبيره جدا، لان الموسم اللي فات كان مقدم موسم افضل، الموسم ده انت مش عارف تقدم موسم افضل، مش عارف تلاقي حلول، مش عارف تواكب المباريات، لان ارسنال النهارده قدر يعمل عليك جيم دفاعي كويس جدا وقدر يخرج باللي هو عايزه وهم الثلاثه بونت من قلب ملعبك. في الاول وفي الاخر ده قرار شخص واحد ورايا انا في مباراه ارسنال وتوتنهام. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل ارتيتا هيقدر ان هو يلعب بالغيابات اللي عنده او يقدر ان هو يعوض الغيابات اللي عنده وينافس على الدوري، ولا نشوف كيرف ارسنال بيقع؟ قول كمان توقعاتك، هل توتنهام وبوستشيكوجلو هيقدروا يوم ما يكملوا الموسم مع بعض، ولا ممكن نلاقي اقاله مستعجله؟ قول رايك في الكومنتس، ولو حلقه عجبتك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات تجي لك اول ما تنزل على طول. وكان معاكم مصطفى وبيحييكم من اول التحليل، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.